الصهيوني الغاشم اعتدى على بسطاتنا وعلى بضاعتنا اللي بنترزق منها، بتفشش فينا وبتفشش في بضايعنا مشان لا نترزق ولا نقدر احنا. بس احنا صامدين وواقفين ولن نرفع الراية البيضاء مهما هذا فدا اضفر شهيد من شهداء غزة. كل هذا الدمار الشامل اللي بيستخدمه الاحتلال الصهيوني فدا اضفر شهيد من شهداء غزة. واحنا مع المقاومة ومع المقاومة احنا دايما قالبا مع المقاومة. نعم. شو بتعمل المقاومة لو قتل اولادنا، لو راحوا كل دورنا؟ احنا مع المقاومة. لو حبسونا لو موتونا احنا مع المقاومة. لن نذل ولن نركع ولن نستكين. كل الشعب مع المقاومة. وسنعيش رغم الداء والاعداء كنسور فلسطين ونسور مخيم جنين ونسور غزة هاشم فوق القمم الشماء. زي ما كان ربنا سيغلب الجمع ويولون الدبر والساعة موعدهم والساعة أدهى ومر. إن شاء الله لا ينطفسوا إن شاء الله. وهذه رسالة إلى سموتريتش وبن غفير، لن نلين ولن نستكين وسنبقى نقاوم وسننتصر على هذا الاحتلال الغاشم الذي ينكل بالنساء والأطفال، وهذه هي أهدافهم. هذه هي أهداف جيش الاحتلال الصهيوني. هذه هي أهدافهم. أهدافهم فاشلة كما هم فاشلون. أهدافهم فاشلة كما هم فاشلون.